استناحي من هذه طب الدولة. شو تعليق القوات اللبنانية؟ وإذا ما بدك تلزم القوات، شو تعليق جورج عقاس على مسألة أنه تصنيف المملكة العربية السعودية لحزب الله على أنه حزب إرهابي؟ شوف، يعني المملكة العربية السعودية بفتكر من آخر الدول اللي صنفته كذلك، يعني في مجتمع دولي. أوكي، بس أنا عم بسألك عن هذا الموضوع. في مجتمع دولي بات ينظر إلى حزب الله على أنه منظمة إرهابية، وكان في طويلا فصل بين الجناح العسكري والجناح السياسي بهذا الحزب، إلا أنه استوت النظرة الخارجية على اعتبار واحد. أنا لا أحرض لتصنيفه إرهابي، لا أبرر بتصنيفه إرهابي، ولا أستنكر تصنيفه إرهابي. أنا عم خاطبه لأله، أنا لبناني مني لأله عم خاطبه، مني ناطر الغير شو بيصنفوه. أنا عم بقول له غير سلوكك، لأنه النهج اللي مشينا فيه من 15 سنة لليوم، من تاريخ توقيع تحالف أو وثيقة مريم خايل لليوم، وصلتنا سيطرتك على كل مفاصل البلد إلى ما وصلنا إليه. أنتم شركاء، أنتم شركاء في هذه، في وين؟ أي محطة؟ رح أقلك. أنتم شركاء في نتائج تفاهم مريم خايل عندما قررتم الذهاب للتصويت لميشيل عون رئيسا للجمهورية، ومن بعدها قررتم أن تتنصلون من هذه المسؤولية على اعتبار أنه أنتم ظروفكم حكمت ذلك. بس أنتم شركاء، لأنه عندما تقولون بأنه ميشيل عون هو مظلة مسيحية لحزب الله، وأنه حزب الله من خلال الرئاسة سيطر على لبنان وما إلى هنالك، فتكونون شركاء. بدي أسألك سؤال معاكس، لو نجح عهد ميشيل عون من شو كنا بدنا نتنصل؟ ما كنتوا تنصلتوا. ايه طيب كنتوا ايه، بس انا عم بقول ان انتم شركاء في نحن هذا العهد. نحن شركاء بايصاله، ولا مره قلنا غير هيك، مع انه مؤخرا يعني صار في اعلان اسف علني على اعتمادنا هذا الخيار بخطاب قداس الشهداء. واليوم اذا انا وياكي بدنا نجي نقيم عمل تيار عن جد، انه وبيهمني الراي العام، وبدون هلا اي منطق كيدي صدقيني، ولا حديث انتخابي، بس بتمنى حدا قيادي بالتيار الوطني الحر يرد على اللي بدي اقوله، انه هذا المجلس النيابي الحالي اللي انا كنت فيه قام بثلاث خطوات اصلاحيه كبرى، خليني اقول هودي الاساس عمل هذه الولايه. اول شيء عملنا قانون آلية التعيينات في الفئة الأولى لحتى نخلص من قصة التمذهب والتطيف والولاءات للأشخاص وللزعماء، ونروح صوب الجدارة والكفاءة. طعن رئيس الجمهورية بالقانون وأبطل، يعني من أي موضوع إصلاحي هيك موقفه. رجعنا عملنا قانون الشراء العام اللي هو أيضا خطوة إصلاحية كبرى في لبنان، يعني ما بقي منظمة عالمية ولا دولة أجنبية متقدمة إلا ما هنت المجلس النيابي على إصداره هكذا قانون خلال ولايته. كمان طعنوا فيه وقدروا يطلعوا نتيجة، شوفي شو هالإنجاز العظيم، إنه يحدوا من ضمان وجود جان العلية على رأس هيئة الشراء العام التي ستشكل. ثلاثة، كرس هذا المجلس النيابي حق المغتربين بالتصويت وبالمشاركة بالعملية السياسية، وعاد عن الخطأ الفاتح اللي انعمل سنة 2017 بالقانون 44 بحصر التصويت الاغترابي بست نواب اغترابيين. أيضا تم الطعن فيه من قبل التيار الوطني الحر، ونشكر الله على نتيجة اللا قرار اللي توصل له المجلس الدستوري اللي حميت وكرست حق هذا التصويت. طيب انه يعني تجاه هذا الكم، واذا بدي اقعد عد يمكن ما بتكفينا هالساعه. بالمقابل مرسوم تجنيس ملفات عفو خاص خلافا لراي لجنه العفو الخاص، وقف مرسوم التشكيلات القضائيه، توقيع عقود مشبوهه كرادينيز وروز ناف وما بعرف شو. طب انه ما خلص، ما صار واضح انه هذا العهد وهذا التيار تصرف عكس كل شعاراته، وقام بهذا التحالف مع حزب الله
واحد لحماية شرعية سلاحه وهيمنته، والثاني لضمان بقائه بالسلطة وتوريث هذه السلطة. هيدا الموضوع اليوم يا ستي مطروح على اللبنانيين بانتخابات 2022 اللي أنا وياك بنتمنى أنه تصير، وأنه ما يحدث أي عائق نحو إجراءها. هيدا مطروح على اللبنانيين، أنتم مبسوطين اليوم بهيدا الجو؟ مبسوطين بالحالة اللي وصلتوا لها؟ مبسوطين انه صار انجاز عظيم؟ بس التيار نحن بيقول قلنا يومين برضو بس خلص هون إيه؟ قلنا يومين عم نهلل لانجاز انه حتجتمع الحكومة لإقرار موازنة ومجلس النواب رح يجتمع بعقد استثنائي. لك ما اسمه عقد استثنائي، يعني هيدا لازم يكون للظروف الاستثنائية. طيب في ظروف استثنائية أكثر من اللي عم نعيشها؟ انه انسان مواطن صار دولار و30,000 اوكي، بس موقف القوات من ربحه جميله انه رح تجتمع الحكومه. بس موقف القوات اللبنانيه هذا يرى فيه التيار الوطني الحر بانه اعتراض على عدم مشاركته للسلطه، يعني عند اول مفرق لما اختلفتوا على التعيينات ولما اعتبرتوا انه جبران بيصير ما عطاكم التعيينات اللي بده اياه وقت كانوا عم بيتبشرونا تنفوت بالحكومه. هلا مؤخرا انه ما كان فينا نفوت بالحكومه، انه هن يعني قادرين يطلعونا خارج السلطه بهذه الديمقراطيه التوافقيه اللي منجيب مني مجلس، هذا قرار ارادي. طيب كنا بعدنا بالسلطه ب 2 ايلول 2019 كنا لا نزال في السلطه وعندنا 4 وزارات بالحكومه، وطلعنا قلنا علنا يا اخوان ما بقى يمشي الحال هيك، اقتصاديا واجتماعيا ما بقى يمشي الحال هيك، وسياسيا ووطنيا وسياديا ما بقى يمشي الحال هيك.